كنا وقفنا عندها اللي هو الموضوع بتاع ان انا اعمل ريدايركت لامرين او اسف لامر بس هطلع نسخة منه على التيرمينال العادي والنسخة التانية هعمل لها ايه؟ هسيفها في ملف. طيب ازاي ده يا عم؟ بص لي كده ال اس عندي كده ده امر عادي بتنفذ تمام. انا ممكن اعمل ايه؟ هقول له ال اس وهقول له كده خد الناتج ده ابعته لتي خلاص مش كده بس وحطيه الناتج بتاعه كمان في حاجه اسمها ريزلت دوت تكست. بص لي كده ايه اللي حصل؟ طلع الناتج اهو على التيرمينال صح. بص كمان كده ايه اللي في ريزلت دوت تكست دلوقتي؟ ها ايه رايك؟ يبقى كده تي كان بتعمل ايه الاول؟ البايب عملت ايه؟ البايب خدت الاوبوت بتاع الامر ده راحت بعتها لتي. تي لوحدها بتعمل ايه؟ تي بتاخد نسخه او اسف بتاخد نسخه تعرضها على التيرمينال ونسخه تانيه تبعتها الملف تمام. بس خلي بالك بس لو انت جيت عملت كده ها حلو اشتغل. لاحظ ان تي بتعمل دايما اوفر رايت للملف. تي دايما بتعمل اوفر رايت للملف. طيب تحل المشكلة دي ازاي يا معلم؟ بص كده مع تي نفسها في امر كده اهو اسمه داش ايه. داش ايه بيعمل ابند خلاص. بص لي هنا كده هتلاقي ايه اللي موجود؟ الناتج القديم اللي انا كنت عامله من شوية زائد الناتج الجديد اللي هو لسه طالع لي من الامر اللي فوق ده. وصلت؟ ها وضحت؟ حد عنده اي مشكله مع تي؟ طيب كلام جميل ممتاز. طيب تعال بقى كده بسرعه اديك بقى شويه اوامر ايه بسيطه جدا في التعامل. زي دبليو. دبليو كده هيقول لك مين اللي عامل لوجن وعامل لوجن منين واللود افريج اللي موجود عندك على الجهاز شكله عامل ازاي. يعني مثلا المكنه بتاعتك دي بقى لها اب بقى لها كام ساعه؟ بقى لها 20 ساعه اب 58 دقيقه و12 ثانيه. ايه تاني؟ كم يوزر عندك عامل لوجن؟ ها في 2 مستخدمين عاملين لوجن عندك. اللود افريج بتاعك في اخر دقيقه واخر 5 دقائق واخر 15 دقيقه. في اخر دقيقه تقريبا صفر، اخر 5 دقائق 1%، في اخر 15 دقيقه تقريبا 5%. طيب مين اللي عامل لوجن؟ قال لك روت. وعامل لوجن منين؟ عامل لوجن من حاجه اسمها من اني تي تي واي. قال لك من حاجه اسمها بي تي اس. بص بقى يا سيدي انا كلمتك على التي تي واي صح؟ فاكر كلمتك على تي تي واي، قلت لك تي تي واي هو معناها ايه؟ التيرمينال اللي بيكون متاح ليك لما يكون ليك فيزيكال اكسس، معناها عندك كيبورد ومونيتور وموصلهم بالمكنه دي بس بكل بساطه. طيب لو انت عامل ريموت اكسس عن طريق ها التلنت او الاس اس اتش او فتح حتى تيرمينال من الجرافيكال يوزر انترفيس على المكنه، يعني التيرمينال اللي من الجرافيكال يوزر انترفيس او التلنت سيشن او الاس اس اتش سيشن عباره عن ايه؟ ها السيشن دي بيكون اسمها بي تي اس. بي تي اس معناها بوسودو تيرمينال سكرين تمام. هي عباره عن تيرمينال ايميوليتور، انت بتيميوليت ان انت ليك فيزيكال اكسس او اللي انت ليك كونسول اكسس على المكنه دي، لكن انت فعليا ها ما عندكش كونسول اكسس، انت بتكونكت ريموتلي يعني بكل بساطه، او بتكونكت عن طريق تيرمينال ايميوليتور ابلكيشن من الجرافيكال يوزر انترفيس. في حاله انا بما اني بكونكت ريموتلي فشايف قايل لك ايه انا بكونكت منين؟ فروم ها ومديني الاي دي بتاع المكنه بتاعتي تمام، وعملت لوجن الساعه كام اهون، والجهاز بتاعك ايدل بقاله كام ثانيه؟ بقاله 4 ثواني، والنسب دي بتاع البروسيسور استهلاك البروسيسور قد ايه ماشي. طيب في حاجه كمان، في عندك امر كده اسمه هو.
هو ده هيقول لك بشكل مبسط كده ها مين اللي عامل لوجن. فتلاقي قايل لك هنا في حد انون انا ما اعرفش هو مين عامل لوجن من الجرافيكال يوزر انترفيس. لو لقيت دايما نقطتين صفر دي معناها المونيتور اللي واصله بالجهاز ده مباشره. طيب سؤال بس، هو انا لو عندي جهاز واحد فيه اتنين مونيتور واصلين، عمرك شفت جهاز فيه اتنين مونيتور؟ ها انا عن نفسي انا شفت جهاز فيه اربعه، جهاز واحد فيه اربعه. طيب معنى كده المونيتور الاولانيه هيكون اسمها ايه؟ اول مونيتور دايما هيكون اسمها كده نقطتين صفر. انا مش بهرج على فكره والله، انا فعلا شفت جهاز فيه اربع مونيتورز، انا مش بضحك مش هزار يعني. خلاص وممكن تقول له كده نقطتين واحد ونقطتين اتنين ونقطتين ثلاثه. طيب اول واحده عندك نقطه صفر دون معناها ايه؟ اول مونيتور واصله بالجهاز. طب واحد، تاني مونيتور، ثلاثه، ها دي هتبقى كام؟ مونيتور رقم أربعة. طيب لو قلت لك كده سبعة ده المونيتور رقم 8. انا شفت ما اشتغلتش عليها جهاز واحد كان واصل فيه سبعة مونيتورز اتش بي، والسبعة متعلقين في حامل كده وكلهم واصلين بجهاز واحد، سبعة مونيتورز واصلين بجهاز واحد. خلاص كانت فوق غرفة مراقبة يعني، فما تتخضش يعني، بس ما اشتغلتش عليها بصراحة عشان اكون واضح. ما علينا، تمام. يبقى عندك ايه؟ دبليو هيعرضك الموضوع بالتفصيل شوية. عندك كمان هو في عندك امر كمان اسمه هو ام اي. خلاص هيقول لك انت مين وعامل لوجن منين، مين اللي عامل لوجن وعامل لوجن منين وعمل لوجن امتى والساعة كام. ماشي طيب كلام جميل. في عندك كمان اوامر زي ايه تاني؟ ها واتز ده بيقول لك الامر ده بيعمل ايه بالظبط. واتز تدي له اي امر ها يقول لك الامر ده بيعمل ايه بالظبط. ماشي كده تمام. واتز وليكن كالندر، ها تمام كده. طيب كلام جميل. واتز سي اتش مود، تمام حلو قوي. طيب فاضل ايه كمان؟ في عندك امر زي ويرز بيقول لك الباينري بتاع الامر ده موجود فين. بص كده عندك يوزر بين ls. طب وده ايه ده كمان؟ ده الدوكيومنتيشن المان بيج بتاع الامر ده، ولسه هنيجي للمان بيج ان شاء الله ممكن بكره او بعد بكره وهنفتح المان بيج ونعيش معاها شويه. فشايف قال لك الامر ده الباينري بتاعه موجود في يوزر بين ls، وايه كمان؟ وده ها الدوكيومنتيشن بتاعه موجود فين او المان بيج بتاعته موجوده فين في المكان ده. طيب وات از كالندر، اسف وير از كالندر. قال لك كالندر ده الامر ده موجود في يوزر بين كال، وده الايه مكان المان بيجز بتاعته او الدوكيومنتيشن فايل بتاعته. ويرز وليكن امر يا سيدي زي تي، قال لك تي ده برضو موجود في المكان ده يوزر بين تي، ودي ايه ها المان بيجز بتاعته او الدوكيومنتيشن فايلز بتاعته. ها حد عنده اي مشكله؟ مجموعه الاوامر دي كان اسمها دبليو اتش كومنز، بيسموها كده دبليو اتش كومنز. خلاص تمام. طيب عندك كمان يا سيدي امر زي لاست ده بيقول لك اللوجنز اللي حصلت على المكنه، ها مين اللي عمل لوجن وعمل لوجن امتى وحالته ايه دلوقتي. شايف قال لك الروت عمل لوجن من بي تي اس 0 من الاي بي دون يوم كذا الساعه كذا وحالته لسه لوجد ان لحد دلوقتي. ماشي ورود برضو، وعندك يوزر اسمه احمد عمل لوجن، واحمد وواحد انون من الجرافيكال يوزر انترفيس ولسه عامل لوجن. شايف ريبوت السيستم ده اتعمل له ريبوت، ها
وده الكيرنل، نسخة الكيرنل اللي بيرنها كمان، واتعمل لي ريبوت يوم كذا الساعة كذا. شايف؟ في حاجة كمان مهمة، هيقول لك الراجل ده عمل لوجن لمدة قد ايه. ايه كمان؟ بص، شايف الروت ديان عمل داون؟ عارف داون دي معناها ايه بالنسبة لك؟ ان هو عمل شات داون للمكنة. فاكر لما كنت بجرب اعمل شات داون، الاور بتاع الشات داون هتلاقيها موجودة هنا. طيب يبقى ده كان بالنسبة للامر اللي اسمه لاست. في عندك امر تاني اسمه لاست لوج. لاست لوج بقى بيعدي على المستخدمين اللي موجودين واحد واحد، ويجيب لك هم كانوا عاملين اخر مرة لوجن امتى، اخر مرة بس. انما لاست بيجيب كل اللوجنز اللي عملوها، لاست لوج لاخر مرة فقط. اهو شايف بيقول لك الراجل اسمه مصطفى ده اخر مرة عمل لوجن فيها ها امتى، من المكنة دي بي تي اس واحد، وعمل لوجن امتى والساعة كام بالتاريخ اهو بالتفصيل الممل بتاعه. عندك السيستم يوزرز والسيرفيسز يوزرز، ها شايف كلهم نيفر لوجد ان. شايف كلهم نيفر لوجد ان، هم اصلا المفروض ما يعملوش لوجن. طيب هتلاقي بس واحد فيهم شكله غريب شويه اسمه جي دي ام. هتقول ايه ده جي دي ام؟ ده جي دي ام ده اختصار لجنوم ديسبلاي مانجر. ده بكل بساطه ده الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعك، ده الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعك. فما تتخضش لو لقيت يوزر كده غريب عندك ظاهر اسمه جي دي ام. جي دي ام ده جنوم ديسبلاي مانجر، اعتبر ان هو ده الجرافيكال، مش اعتبر، هو فعلا ده الجرافيكال يوزر انترفيس. ماشي طيب كلام جميل. بالمناسبة بس لو حد فيكم عايز يعرف المعلومات دي جت منين، المعلومات دي جت منين؟ المعلومات دي جت من var log شايف الملف ده var log wtmb. ده عبارة عن باينري فايل، لو جيت تفتحه كده هتلاقيه باينري. هو اصلا يقولك الملف ده باينري، عايز تكمل تفتحه هقوله ماشي. شايف لو حاولت تقرا كده اللي فيه كده هتلاقي بيقول لك مين اللي عمل لوجن وعمل لوجن من اني تي تي واي ويوم كذا، هتلاقي فيه تواريخ موجوده ومتسجله واي بي ادريسز كمان. شايف بس هيفضل برضو عباره عن باينري فايل. ها ماشي طيب كلام جميل. ايه كمان؟ والملف ده لا خلينا في WTMB بس. ماشي بلاش اعذبكم معايا على الفاضي. ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني؟ طيب كلام جميل. يبقى كده اتكلمنا على الـ WH Commons كمان. الريدايركشن خلصناه. ماشي. اعتقد ان كده كفاية جدا النهاردة ان شاء الله. ماشي. حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ ها؟ حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ ها؟ طيب. ماشي. اعتقد ان كده كفاية النهاردة. ان شاء الله بكرة هنكمل، هنبدأ على طول كده، هنخبط خبط لازق في الاينودز على طول. نخلصها على السريع ونخلص السوفت لينكس والهارد لينكس، وبعد كده اوتوماتيك على طول ننقل على موضوع جديد، وليكن ممكن نبدا في ايه بكره. ممكن اديكم الفيم بكره ان شاء الله، ممكن نبدا بكره في الفيم كمان، بحيث ان احنا بقى يبقى كده خلصنا ايه، قطعنا شوط كبير في التراك الاولاني. بكره عندنا ان شاء الله موضوعين رئيسيين، الفيم والاي نودز. تمام كده؟ فحضروا بكره، يعني حضروا نفسكم بكره ليوم طويل ان شاء الله. ايوه اعتقد انت لو عملت كده يعني مفيش حد زيك بصراحه. والله العظيم انا شغال لكم على الملف بتاعكم، لو عايز اوريك بنفسك الملف اللي انا شغال عليه اهون. راح فين؟ انا فعليا شغال على ملف والله ليك، وكاتب فيه الكلام بالهيستوري بكل حاجه. شايف
اللي انا مديهولكوا كمان واكتر. ما هو بما ان احنا لسه هقول لك ايه، ما خدناش حاجه لسه يعني ينفع ادي عليها لبس، عارف؟ بمجرد ما ابدا بس كده، من اول بكره، من اول بعد بكره هيكون عندك لبس، من اول بعد بكره هيكون عندك لبس، ده اكيد. لان بعد بكره هبدا اديك البارتيشننج وابدا اكلمك على الستورج والماونتنج وكلام من ده، من اول بعد بكره. خلاص ماشي. طيب ماشي، يعني اعتقد ان كده كافي جدا النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.